قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جور شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان التجدد بنعمة الروح القدس، حيث عرض البرنامج عدة تقارير عن أجواء الميلاد في العديد من الرعايا، كما تلقى اتصالين هاتفيين من الأب فرح حجازين والدكتور جلال فخوري. فإلى هناك. في ناس عم تحضرنا وعم بيأثر كلامنا في الحلقة اللي من بثها أنا وأبونا جورج أو منحكي فيها أو من الأشخاص اللي بيحكوا على الهاتف أو الاتصال هاتفي من الأشخاص اللي بيوعظونا وبيحكوا كلام عن الحياة الروحية، فإنه هذا التأثير إحنا مننبسط عليه. ليه؟ لأنه هذا هو نجاح البرنامج، إنه نأثر في نفوس المستمعين. فكتير انبسطت من الأشخاص اللي إجوني وقالوا نهينا إجينا نصلي. بصراحة نحن كنا خايفين نطلع، لكن كلامك صحيح، إنه نحن عم نطلع ومنروح على الشغل، منروح على الجامعة، منروح على المدرسة أو منروح على المولات ومنعمل شوبينج أو على السوبر ماركت نتشرى أغراضنا. فإيش اللي بيختلف؟ إنه نيجي على الصلاة، وإن شاء الله منضلنا مستمرين بالصلاة. وكنت كتير كمان إنه مبسوطة إنه الكل كان ملتزم بالكنيسة، كل حاطط كمامة، العيلة الوحدة قاعدة في البنك في درج الكنيسة مع بعض، لكن في العائلات اللي مختلفين، مثلا عائلات لو حتى كل واحد في بنك لوحده، حتى في بعض الكنائس كان في عم بيجيها ناس أشخاص من كنائس أخرى صلوا فيها لأنها حجمها كبير وبتستوعب وبتكون أوسع. والطقس كان بيساعد، يعني ما كانش هالشتاء الغزير الواحد يتضايق منه، فكان مزبوط برد وبرد قارس يعني خاصة في الليل، لكن الكنائس كانت مليانة. طبعا احنا انا ما رحتش على كل كنائس يوم العيد، لكن الشباب غطوا يعطيهم العافية خلال ليلة العيد ويوم العيد، غطوا كنائس احتفلت في عيد الميلاد. فنحن بنحكي للجميع ميلاد مجيد، وكل عام وأنتم يا رب بالسلامة والصحة والخير، كل عام يا رب وتكونوا فرحين بالرب، كل عام ونفوسكم تكون محررة عارفين الحق، لأنه الحق من يعرف الحق يحرره. كل عام أنتم بخير يا أبونا. إن شاء الله الجميع أنتم بخير. وأنت بخير يا أبونا. الله يسعدك أبونا. أبونا اليوم حلقتنا كان نحكي عن التجدد ونعمة الروح القدس في الميلاد. فطبعا احنا لما بنتحدث روحيا كمان احنا ننتظر كلامك وروحانيتك وكلامك المعبر اللاهوتي اللي كله روحانية، اللي بتعطينا هالتعليم الجميل وبتعطينا هالدفع الداخلي لنكون متجددين دائما في الروح القدس وبنعمة ربنا. بنعمة ربنا إن شاء الله، وشكرا لكم. شكرا لك يا أبونا، أنت كمان يعني دائما مستمر معنا وملتزم في حلقات صباحكم نور أنك تحكي معنا في كل هذا التعليم والإرشاد. تفضل أبونا. شكرا لكم. في هاي الأيام القلائل توصلنا عن نهاية العام وبداية العام الجديد، نعم، فضلت أن أحكي عن يسوع المسيح سيد الزمان وسيد حياتنا. يقول المزمور 89: أمام وجهك يا رب تمر أيامنا، إننا بذلك نعترف بسلطان الرب على الزمان. الرب سيد الزمان، لا يتقيد بالماضي والحاضر والمستقبل، كل شيء أمامه حاضر. الزمن سيدنا، شئنا أم أبينا، الأيام تمر لا نستطيع إيقافها ولا التحكم بأحداثها. سريعة بالنسبة للبعض، بطيئة بالنسبة للآخرين، سعيدة للبعض وتعيسة للآخرين، تعطي الحياة للبعض وتنزع الحياة من الآخرين. الزمن مقياس للإنسان وليس لله، ولا يحق لنا أن نقيس الله وحياة وأعمال الله بمقياس الزمن. إن 1000 سنة في عينك كيوم أمس العابر وكهجعة من الليل. إن سيد الكون والزمان هو أبونا ومخلصنا. في البدء أسست الأرض والسماوات وهي صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى، وكلها تبلى كالثوب وتطويها كالرداء فتتغير، وأنت أنت وسنوك لن تفنى. من قبل أن ولدت الجبال
وأنشأت الأرض والمسكونة من الأزل إلى الأبد أنت الله. لقد مرت هذه السنة بما تحمل من متاعب وأحزان يطول بنا الحديث إن انتقلنا إلى التفاصيل حول الحروب والمجاعات والمصائب التي ألمت البشرية هذا العام، حتى أن كل واحد منا قد نال قصة من هذه الأحزان والمآسي على المستوى الفردي أو العائلي أو الجماعي. كل هذا قد مر أمام عينيك يا رب، وأنت كنت ترى وتعلم بكل شيء، ولكن مؤمن يا رب أنه لن يضرني شيء ما دمت أنت معي وما دمت أنا معك. وإن ألام هذا الدهر إلا لتزيدنا صلابة وثباتا في حبك، لأن من يحبك فكل شيء يؤول لمنفعتهم الروحية، والذين يحبون الله كل شيء يساعدهم على الخير. أخذت الأمواج تتقاذف سفينة في البحر، وابن القبطان يلعب لا مباليا، وقد أخذ الخوف من الركاب الشدة فقالوا لهم ألا تخاف ونحن على وشك الهلاك؟ فأجاب كيف أخاف وأبي قائد السفينة؟ لماذا نخاف والسيد المسيح هو قائد سفينة حياتنا وقائد سفينة الزمن؟ عندما هبت العاصفة على قارب بطرس صاح التلاميذ يا يسوع أنقذنا فقد هلكنا، فقال لهم يسوع لماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان؟ لماذا نخاف عندما تلم بنا المصائب والمسيح معنا؟ لماذا أنت خائف يا فلان وأنا معك؟ لربما أنت خائف لأنك وحدك تخليت عني. في بداية السنة الجديدة قد نستبدل رزنامة جديدة أو ثيابا جديدة أو بيتا جديدا، لكن الله هو هو سيدنا وأبونا لن يتغير. مداخلة جلالة الملكة وجلالة الملك في موضوع الأعياد بالكتابة على الفيسبوك أمام العالم كله له نظرة خاصة. النظرة الخاصة لا تفسر فقط بكون إخوة أو مواطنين أو شركاء، لكن الروح اللي برثها جلالة الملك والملكة في نفوس المسيحيين وفي نفوس المسلمين أعطى انطباع بأنه بلاش يا جماعة بلاش تزمت أمام قسم من المسيحيين اللي ساكنين في هذا البلد، وكأنه بيقول إنه هذول قبلنا موجودين في هذا البلد، ها فبلاش تسئلهم. النقطة الثانية الروحية اللي بعثها جلالة الملك بثها في نفوس الشعب الأردني كله أعطى قوة كبيرة جدا من إنه كما صار في سوريا بيصير في الأردن، أن المسيحيين أعطوا قوة لسوريا في أثناء الحرب تبع 10 سنوات، كمان في الأردن المسيحيين بيعطوا قوة لنشاط البلد وحضارة البلد وقوة البلد.